أنا أرجع كذلك إلى كلام البداية، هو على أن احنا كل ما نعرف في هذه المخيمات هو تاريخ الثورة الجزائرية وتاريخ ثورة سبتمبر الليبية وتاريخ الثورة الكوبية، نعرف كل شيء عن الجميع إلا على تاريخنا لا أعرف شيء. أخي الفاضل، هذه المخيمات هي مخيمات مغلقة، لكي تخرج من المخيمات حتى في الجزائر ذاتها لابد أن تحمل رخصة، يعني ليسي باسي، يعني ينخدم في يعني مكتب الاتصال موجود في تندوف. أنت مواطن تعتبر على أنك لاجئ في أرض الجزائر، لكي تخرج من تندوف لمدينة أخرى من الجزائر لابد أن تحمل ترخيص، بل الأكثر من ذلك، إذا كانت الجزائر تطالب بحق الشعب الصحراوي في تقليل المصير، الجزائر أخي الفاضل وليس كلام لبويه ولا كلام أحد آخر، هي من اقترحت، الرئيس بوتفليقة هو من اقترح على جيمس بيكر آنذاك تقسيم الإقليم كحل ثالث. كذلك أنا هذو المخيمات اللي أقول لهم مخيمات لاجئين، وأنا أتحفظ على كلمة لاجئين، هذو الناس ما فيها عنده بطاقة تثبت قانونيا على أنه لاجئ. هذا الشخص الموجود في الحمادة ليست لديه حرية التعبير ولا حرية التنقل، كيف يمكنني أن أسميه لاجئ؟ ثانيا هذه المخيمات مغلقة بحد ذاتها. ثانيا هذو الأشخاص موجودين على هذه الحمادة لا يمكن يمنع منعا باتا تشغيل أي مواطن من سكان مخيمة تندوف، يعني أو انخراطه في سوق الشغل في الوقت اللي يعني السوق الجزائرية مملئة من المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء. يعني أنا كل ما نعرف في الجزائر على أن الصحراوي نتو سنة 1975 فوق واطن، وإلى يومنا هذا هم بزالوا فوق واطن. كل ما تعمل الجزائر هي مسح الأدمغة والسياسة وتجيج الصحراويين لمواصلة العداوة مع الإخوان المغاربة. ثانيا اليوم ما تقوم به الجزائر، أنا قلت لك على ما تقدر تخرج من مخيمات تندوف إلا برخصة. يا بالك تخرج خارج الجزائر، إذا كنت تريد أن تخرج خارج الجزائر لابد لك من جواز سفر جزائري، وإن كنت معاديا لطروحات الجزائر أو جبهة البوليزاريو يمنع منعا باتا خروج هذه المخيمات، وإن عارضتها وأنت في الخارج يمنع عليك منعا باتا الرجوع لهذه المخيمات. واليوم نرى الكثير من المبادرات من بعض الصحراويين الموجودين في المهجر في إسبانيا وفي موريتانيا وكذا، اللي بدأوا يديروا واحد التكتلات معارضة لهذه القيادة الفاسدة الهارمة المنتهية الصلاحية. ولكن دعني أقول على أن المعطيات تغيرت والأجيال تغيرت والأفكار تغيرت، من كان منا يتصور يوما ما على أن منظمة لافار المسلحة في كولومبيا ستتحول يوما ما من منظمة مسلحة وستنخرط في العمل السياسي، بل أنها ربحت العمل السياسي في كولومبيا. طيب، ولكن طرحت السلاح من أجل السلام، نحن نطالب بالسلام. وأنا نقول هنا وهناك انفصاليين كنا أو وحدويين أو مهما شينا نحن معنيين بالأمر، وأنا نقول لبوليزاريو عنها يعني لازم بالحكمة لأن تلوث لحل ينهي ملف من المعاناة طالب 40 عام. هذا فرض أن القرار بيدهم.